أهلا وسهلا بجميع الحضور. بداية مع النشيد الوطني اللبناني. حضرة ممثل رئيس الجمهورية اللبنانية معالي الوزيرة ريا حفار الحسن وزيرة المالية اللبنانية، حضرة ممثل رئيس مجلس النواب سعادة النائب ميشيل موسى، حضرة ممثل رئيس الحكومة اللبنانية معالي وزير الدولة جان أوغا سابيان، حضرات السيدات والسادة، عقدت قمة العشرين في لندن في نيسان من العام الحالي وقد انتهت بالاتفاق على جملة من الإجراءات تهدف لإصلاح النظام المالي والمصرفي العالمي، حيث اعتبر رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في حينها أن نظاماً عالمياً جديداً ينبثق من الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الأسس العملية لإرساء هذا النظام الجديد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار جملة مبادئ تكون على قدر واسع من المرونة والشفافية والرؤية المستقبلية. من هنا أهمية انعقاد المنتدى المالي والمحاسب العربي اليوم بدعوة من شركة طلال أبو غزاله والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين الذي سيناقش في جلساته جملة من المواضيع. كلمة رئيس مجلس إدارة شركة كونفكس انترناشنال منظمو هذا المنتدى السيد رفيق زنتوت. أهلا وسهلا فيكم. فخامة رئيس جمهورية العماد ميشيل سليمان ممثلا بمعالي الوزيرة ريا حفار الحسن، دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ممثلا بمعالي الأستاذ ميشيل موسى، دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري ممثلا بمعالي الوزير جان غاسبيان، السادة أصحاب المعالي الوزراء، سعادة النواب، سعادة السفراء، سعادة المدراء العامون، حضرات رؤساء الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية، أيها الحفل الكريم، بعد مضي أكثر من عام على اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والتي تأثرت بها سلباً كبرى دول العالم، نستطيع أن ننظر بعين الارتياح إلى النموذج اللبناني الذي خرج من هذه الأزمة بخير، وذلك بفضل تضافر جهود جميع ركائزه الاقتصادية والمالية ومن خلال سياسة حكيمة لمصرف لبنان وبرامج منفتحة بوعي ومسؤولية لقطاعه المصرفي. ولا ننسى أبداً أهمية قطاع المحاسبة والتدقيق والذي يستجيب اليوم لقرارات قمة العشرين من خلال العمل على الالتزام بوضع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية تحت المجهر والخروج ببرامج متكاملة توفر حماية وشفافية لاقتصاديات الدول. ومن هذا المنطلق وإذ ينتظر الجميع من الحكومة اللبنانية الجديدة والتي كانت أولى اجتماعاتها الرسمية أمس أن تقوم بخطوات عملية وتؤسس لبرنامج عمل وخطط إنمائية تكون على مستوى الظروف والأحداث الإقليمية والعالمية. إذا من هذا المنطلق أيضا تقوم مجموعة طلال أبو غزاله الدولية والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين بتنظيم من شركة كونفكس انترناشنال وبالتعاون مع مصرف لبنان المركزي واتحاد المصارف العربية ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بعقد المنتدى المالي والمحاسبي العربي تحت عنوان مقررات قمة العشرين واستحقاقاتها المالية والاقتصادية والمحاسبية. أيها السادة، قامت شركة كونفكس منذ تأسيسها بتنظيم مؤتمرات اقتصادية تعنى بمواضيع الساعة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وقد نجحنا خلال سنوات بأن نحتل موقعاً رائداً من خلال انتقائنا لمواضيع اقتصادية هامة وخلق منبر للمعنيين من القطاعين العام والخاص للمناقشة البناءة للمشاكل التي تواجه قطاعاتنا الإنتاجية. وهذا ما دفع شركتنا إلى تنظيم هذا المنتدى، وقد حرصنا على ألا يكون المنتدى عاديا وتقليديا لمساره وتوصياته ومقدراته النظرية، بل ورشة عمل نستخلص منها المقترحات لبناء غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقا. أيها الحضور الكريم، إن هذا المنتدى لم يكن لينجح لولا حماستكم للحوار والتلاقي وتقديم الأفكار الجديدة، إذ نشكركم على مشاركتكم. لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان من السادة الكرام المشاركين معنا في الجلسة الافتتاحية، كما نعتز بالمشاركة الفعالة لجميع المتحدثين المشاركين والذين تكرموا بوقتهم الثمين ليكونوا معنا ولنستفيد من خبراتهم وآرائهم القيمة والتي سوف يغنون بها أعمال المنتدى. كما أتوجه بالشكر إلى كافة وسائل الإعلام والمؤسسات الراعية والمساندة للمنتدى. تحية كبيرة للجميع وأهلا وسهلا بكم.